العربيات الكهرباء، آه ايه رأيك فيها اولا؟ والله هي يعني تكنولوجي تعتبر يعني ما بقتش دلوقتي مستحدثة، بس هي طبعا تكنولوجي جديدة عمالة تتطور يوميا بشكل جنوني، لدرجة ان المنافسة فيها بره اجبرت كبريات الشركات على ان هم يناطحوا بعض ويخفضوا تخفيضات كبيرة، اللي بنسمعه عن تسلا وعن بي واي دي والكلام ده. الصين بتدمر الصين تسلا، بهدلت الدنيا، الصين بهدلت بهدلت الدنيا. الدنيا. بي واي دي خلاص اصبحت عملاق عمال يلتهم الكل من حواليه، وافضل صانع للبطاريات في العالم، وعمالة تورينا عربيات مبهرة يعني. فالسيارات الكهرباء، وانا شايف السوق المصري والله من سنتين كنا بنقول لا لسه قوي تاتا تاتا. انا كنت امبارح في ايفنت للعربيات الكهرباء، وارقام حتى المبيعات بتاعت العربيات الكهرباء نامت 300% في مصر، 300% في خلال 300% الفترة، في السنة خلال اللي فاتت فترة السنة الأخيرة من 22، من 7 22 بالظبط. 22 حتى الآن. أنا كنت سمعت إن مرسيدس نزلوا أسعار العربيات الكهرباء، هل ده رسمي لا هي ولا؟ التوكيل، لا لم يعلن لستة رسمية لمرسيدس، هي اللي أعلنوا لستة رسمية هم بي إم دبليو، أعلنوا الحفاظ على أسعارهم كلها، ثباتها وطرح سيارة جديدة اللي هي الإكس 2، ومرسيدس لم تطلعنا بأي لستة رسمية. بس إكس 2 الإكس 2، الإكس 2 الشكل الجديد، عربية كوب كده لطيفة. العربيات المرسيدس أو العربيات، يمكن حضرتك سمعت على انخفاض، لأن بعض التوكيلات اللي كانت بتاخد سعر العربية عن طريق الشركة ليها بره بالدولار، ما هو الدولار الأول كان بيتحسب على حاجة و70، فالنهارده هو بيحسبه على 48، ما هو أصبح ما فيش سوق موازي، خلينا نكون صراحة. فيمكن حضرتك سمعت عن تخفيضات لهذا السبب، انخفاض العملة اللي كان بياخد بيها سعر العربية، لكن الآن مفيش لستة رسمية ليه. لكن هو احنا مش محتاجين مرسيدس تعلن، لأن هو المستهلك المصري والمستهلك الأردني اللي هو أكبر سوق للعربيات الكهرباء في الشرق الأوسط وفي المنطقة كلها، واحنا كمان بقينا سوق كبير بيشتري من الصين، هي أسعارها في الصين تحت الأرض. يعني أنا عايز أقول لك إن حضرتك ممكن تركبي عربية مرسيدس إي كيو إي أو إي كيو بي ب 25,000 دولار وتدفعي لها نافذة، ما يحلمش، لأن الإي كيو إي النسخة البنزين منها ب 4 مليون، هو هيركبها تحت ال 2 مليون، بالظبط، ورينج محترم جدا 616 كيلو. والحقيقة انها ما تفرقش كتير، بالعكس ما تفرقش. ايه شكل الاي كيو اي الكهرباء حلوة قوي، افضل 100 مرة، وخصوصا الادبار انها بتشحن والشياب. في البيت، دي غريبة جدا، وبتشحن في البيت وبتشحن في اي بتشحن مكان. رأيك ايه في العربيات الكهرباء سيادة الأمير؟ المستقبل الواعد القريب عربيات الكهرباء، وبعدين بالدعم الحكومي اللي مستمرين فيه. النهارده العربيات الكهرباء ما لهاش جمارك، ما لهاش ضرايب، ما لهاش حاجه، ما لهاش قيمه ضريبه مضافه 14% وخلاص. تحسن البنيه التحتيه للشواحن واضح انه سريع جدا جدا، يعني الحكومه ماشيه بخطوه. بتلاقي كتير في محطات البنزين ازاي تشحن العربيه، يعني 3000 نقطه متوقع انها تخلص، بوكسات الشحن ممكن تشحنها في البيت، وفي قصه البيت غريبه. غالبا في التجمع دلوقتي عندي مثلا ما فيش بنزينه، ما فيهاش، ما فيهاش، لا غالبا على الاغلب البنيه التحتيه بتقعد تشحنها قد ايه، ساعه مثلا؟ لا لا, لا, لا في شحن اي سي وشحن دي سي. الشحن الاي سي هو الشحن البطيء حسب سعه البطاريه او حجم البطاريه، بنقسم الكيلو وات ده. اقل عربيه ممكن تتشحن البطاريات الصغيره هتبقى 5 6 ساعات، لكن البطاريات الكبيره شويه هتاخد 11 ساعه الشحن البطيء، بتاخد وقت كبير، تاخد الليله. لكن الدي سي ممكن حضرتك تشحني من 0% البطاريه الصغيره في نص ساعه 45 دقيقه، البطاريه الكبيره في 45 دقيقه من 20 ل 80%، وهذا قد يكفي مسافه 500 كيلو، فجيد يعني ممكن تطلع بيها اسكندريه والسعوديه. طبعا ده انا عايز اقول لحضرتك ان في عربيات كتير جدا دلوقتي، جيليزيكا، اليوان، الجي اي سي، 1100 كيلو، ده ما بتقدريش تاخديه من عربيه بنزين، شحنه واحده تديكي 1100 كيلو، 1040 كيلو.